على أن سيظل عبد الرحمن الأبنودي في وجدان كل إنسان مصري ما دامت أرض مصر الطاهرة الولادة تنبض، وما دامت الحياة في هذه الأمة تعيش يظل عبد الرحمن الأبنودي اسم خالد، خالد الذكر، خالد الفكر، خالد المعنى، خالد المضمون، أيضا خالد الروح. أنا لا أملك في نهاية حديثي إلا أن أنا أدعو لعبد الرحمن الأبنودي أن ربنا يسكنه فسيح جناته ويجعل موروثه الثقافي وميراثه الشعري العامي خالدا، ولابد واجب علينا أن نحاول أن نبوبه لكي يكون جزء من ذاكرة هذه الأمة. شكرا ليك يا دكتور مصطفى شكرا ليك يا أستاذة نهال وأبنائه اللي هيكملوا رسالته، وكل من شارك معنا في هذه الليلة المباركة بمجرد حتى بإحساس ومشاعر راقية لهذا الوطن العظيم ولهذا الشاعر الكريم. شكرا، السلام عليكم.